النمسا ترفض قبول مؤقت لضحايا الزلزال من تركيا وسوريا. مطالبات للنمسا باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه روسيا. إضراب القطاع الصحي في النمسا هذا الأسبوع بسبب الأجور المتدنية. فيينا تطالب بزيادة المساعدات الاجتماعية على غرار الرواتب. استبيان يبين أن ثلث النمساويين لا يستطيعون العيش مع المهاجرين خاصة المسلمين. الجمارك تضبط في مطار فيينا 13 قرداً قزماً نادراً. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكدت وزارة الداخلية أن النمسا لن تتيح إجراءات خاصة لاستجلاب أقارب ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى النمسا، وأشارت أن الحصول على تأشيرة النمسا من سوريا أو تركيا سيبقى ضمن شروط إصدار التأشيرة المعتادة. ودعا نائب رئيس البرلمان الأوروبي عثمان كاراس من حزب الشعب الحكومة إلى قبول مؤقت لضحايا الزلزال، حيث وصفه بأنه كارثة ستؤثر على أوروبا، داعيا لعقد مؤتمر للمساعدات لبلورة مفهوم مشترك لمكافحة الفقر والجوع والحد من تأثيرات الصراعات السياسية. تعرضت النمسا لانتقادات بسبب منحها تأشيرات تسمح لدبلوماسيين روس حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في فيينا هذا الشهر. وتخطط موسكو لإرسال 15 شخصاً يخضعون للعقوبات، من بينهم نائب رئيس مجلس الدومو تولستوي، ودعا 81 مندوباً من المنظمة في أوروبا من 20 دولة النمسا إلى حظر مشاركة الروس الخاضعين للعقوبات. وفي موضوع متصل أكدت وزيرة الدفاع تانا أن بلادها لن تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على الدبابة ليوبارد إتسفاي بسبب الجدل الحزبي الداخلي الشائك حول الحياد. أعلنت نقابة العمال أن موظفي المستشفيات الخاصة سوف ينفذون إضراباً عن العمل لثلاثة ساعات غداً الثلاثاء في 25 مركزاً صحي في البلاد. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، سبب الإضراب تعثر مفاوضات الأجور والمطالبة بتعديلها حسب التضخم، حيث تطالب النقابة بتحديد حد أدنى للأجور يصل ل 2000 يورو، فيما يرفض أصحاب العمل ذلك. وشددت النقابة على أن الإضراب لا يتعلق فقط بالأجور بل بظروف عمل أفضل، كما طلب من أرباب العمل والسياسيين إجراء تعديلات في أسرع وقت ممكن قبل انهيار النظام الصحي، حيث يعاني 10,000 موظف من ظروف العمل السيئة. طالب المستشار الاجتماعي في حكومة فيينا بيتر هاكا زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية في المدينة، وذلك بسبب الغلاء وارتفاع الأجور. وفي حوار خاص مع صحيفة كورونا قال هاكر إن هدف الدولة الديمقراطية هو توفير العمل ومستوى معيشي أفضل للسكان، ويجب تمكين السكان من خلال العمل أو بدونه. لهذا السبب ندعم الضعفاء وليس الهدف الرفاهية، وطالب بزيادة قيمة المساعدات لأن الرواتب زادت بنسبة 10% بينما المساعدات بنسبة 5.8%، وبالتالي هذه الزيادة منخفضة جدا. أظهر استبيان أن ثلثي النمساويين يرفضون التعايش مع اللاجئين والمهاجرين خاصة المسلمين نتيجة عدم اندماجهم مع القيم والعادات الأوروبية. وأجرى صندوق التكامل أسترايخ إنتجراتيون فون استبيانا لمعرفة الحالة المزاجية تجاه اللاجئين
والمهاجرين، حيث بيّن زيادة كبيرة في رفض التعايش مقارنة بالعام الماضي. وأكدت وزيرة الاندماج سوزان راب على أنه يجب على أوروبا إيقاف الهجرة غير المشروعة، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان أن الاندماج يعمل على المدى الطويل. صادرت مديرية الجمارك في مطار فيينا 13 قردا قزما تعتبر مهددة بالانقراض في عملية تهريب. وبحسب ORF كان من المقرر إرسال الشحنة مع الحيوانات الصغيرة من جمهورية التشيك إلى ماليزيا عبر مطار فيينا. وقالت وزارة المالية أن وثائق الحيوانات غير صحيحة إن لم تكن مزورة، وهذه جريمة ضد الحياة البرية، وتم الشروع في إجراءات مالية وفرض غرامة تصل إلى 20,000 يورو. وقال وزير المالية برونر إن هذه ليست جريمة بسيطة بل جريمة جنائية، نأخذها على محمل الجد ونلاحقها بشدة. وننوه أن إنفوجراد بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية أطلقت حملة للتبرعات للسوريين بعد الزلزال المدمر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا تعليقاتكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.